اليوم تنتواجدوا في واحد من امن اكبر الاسواق في جهه سوس ماسا من اولى التيمه اللي معروف بالسوق ديالو بتوافد مجموعه من 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 الباعه على هذا السوق على المستوى الوطني. اليوم حنا في اطار تتبع ديال هاد يعني الاستعدادات لعيد الاضحى، وتتعرفوا ان الاهم عند المواطن اليوم هو شراء الاضحيه. حنا في التقييم ديالنا لهذه العمليه ونهضر مبدئيا على السوق ديال التيمه، يعني استغربنا ان السوق هو سوق كبير عنده مداخل كبيره ولكن في غياب التنظيم. وهنا حنا غنحاولوا خلال هذه المرحله هذه نتبعوا مجموعه من الاسواق، لان تعرفوا ان الجامعات الترابيه العلاقه اللي عندهم مع الاسواق هو الكراء ديالها فقط، وهذا اشكال كبير. حنا تنعتبروا ان هذه اهانه للمستهلك، لان من الحقوق ديال المستهلك هو يتوفر ليه الظروف ديال الاختيار ديال داكشي اللي غيشري. وهنا تنهضروا على الاضحيه، هنا المستهلك تيصعب عليه ان يدخل ويشري في هذه الظروف هذه، وحتى الا شرى مهدد انه غير يخرجوا من السوق، مهدد ان تضيع منه الاضحيه ديالو في ظل هذه الوضعيه هذه. فهنا علامه استفهام حول الدور ديال الجماعات في هذا الباب هذا، والدور ديال السلطه المحليه في تنظيم ديال الاسواق. وحنا تنلاحظوا ان السوق ديال التيمه يعاني من هذا المشكل، وغنحاولوا حنا كهيئه وطنيه ان نزوروا مجموعه من الاسواق على مستوى الجهه وعلى المستوى الوطني. المناسبه مناسبه عيد الاضحى، في البدايه حنا تنلاحظوا من خلال الدوره ديال السوق ان غياب هاد الاضاحي اللي جاوا من فرنسا وغيرها يعني غير متواجده. حسب يعني المعلومات اللي عندنا ان تحطت جوج ديال الاسواق، ثلاثه ديال منابها وبعض المواقع في ولايه تيمه، لكن الغريب في الامر ان الثمن يعني يدور في حوالي 2500 درهم. فهنا نسائل الحكومه اين الدور ديال الدعم اللي جا في هذا الاطار هذا. فاحنا في التقييم ديالنا للعمليه عندنا ملاحظات عليها، بالخصوص ان يعني الاحصائيات اللي تتكون الحكومه غالبا متبعه القطاع ديال 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 يعني الحولي ويعني العدد ديالو اللي موجود العيد. فهنا علاش ما جاش هذا الحولي قبل مثلا 4 شهور و5 شهور، باعتبار ان الدراسه تتكون موجوده وتيكون الاحصاء موجود للعدد الاضاحي اللي متوفر عندنا. فهذا التاخر ديال الخروف ما يجي تبقى 20 يوم او شهر العيد خلق ارتباك داخل الاسواق، خلق ارتباك لدى المستهلك. واش يتسنى الخروف ديال اسبانيا يشري بقل الثمن؟ واش يتكوى بالثمن ديال الاضاحي اللي يعني الثمن ديالها مرتفع بزاف؟ هنا اشكال كبير خلى المستهلك انه ما مرتاح في استقباله لهذه المناسبه هذه، يعني ما مرتاح بداكشي اللي غيعطي. هنا تنهضروا على واحد الارتياح ديال المستهلك في هذه المناسبه هذه. تنهضروا على هذا الاحصاء اللي تقول الحكومه دارته. انا تنعرف كانسان يعني تقني في المجال الفلاحي ان الوسيله الوحيده اللي تنعتمدوا عليها باش نعرفوا الاعداد ديال الاضاحي هو الترقيم، هو يعني مساله ديال الجولات اللي تدير لونصا من اجل ترقيم يعني الاضاحي. حنا تنشوف السوق هنا واحد العدد غير مرقم، والحقيقه ما عرفتش الاسباب. انا تصدمت ملي لقيت واحد العدد بلا بوكل، يعني مساله ديال ليدونتيفيكاسيون ما دارتش الحواله، وكيفاش هدرت الحكومه على ان راه عندها واحد العدد ديال سمو اللي خلاها ان تستورد مجموعه من الاضاحي. فهنا تنقولوا ان كاين اشكال في التتبع ديال هذه العمليه هذه، واشكال في الضبط ديال عدد الاضاحي اللي تنطفروا عليها يعني استعدادا لهذه المناسبه هذه. مساله اخرى غنشير لها اللي هي مهمه في الطريق في الجوده ديال الحولي. حنا تنهضروا اليوم اننا المستهلك محقو توصل واحد الماده اللي هي يعني مميزه وممتازه لهذه المناسبه، باقي بعض الظواهر تنطلبوا من السلطات ان يدخلوا فيها، وهو مساله ديال تربيه الاغلام عن طريق الازبال، وتجوا الظاهره منتشره في جميع المدن تقريبا. واش السلطات ما عندهاش علم بهذا الموضوع هذه؟ ماذا واش يعني لونسا ما عندهاش تنسيق مع السلطات باش تضبط هذه الحاله هذه؟ فهذه ملاحظه. شفنا واحد العدد ديال الكوارع، واحد العدد ديال الناس اللي تيوجدوا الاضاحي تيعتمدوا في الاكل ديالهم على الازبال، وهذه الدائره خصنا نقطعوا معها يعني قطعا باتا، لان تتسبب لنا حوادث خطيره على مستوى الصحه ديال المستهلك. تيولي المستهلك تيشري واحد الماده باثمان غاليه وهي غير صالحه للاكل، وهذا موضوع خطير نتمنوا ان الجهات الرسميه تركز عليه. ايضا بمناسبه بهذه المناسبه غنثير واحد الموضوع اللي هو مهم وربما تيشمل جميع القطاعات اللي تتعرض على المستهلك، وهو يعني ذاك الوسيط.
او تنقول حنا باللغه ديالنا شناق بالنسبه للحواله. هذا الوسيط لحد الساعه ما كاين حتى شي ضوابط تضبطوا تيشتغل يعني باريحيه وعلى حسب التمويل اللي عنده. الان دخلوا الناس فلوس كبار، الناس فلوس كبار اللي تيحاولوا يوجهوا السوق ويسيطروا عليه، في حين ان المستهلك تيبقى هو الحلقه الضعيفه اللي ما يقدرش يواجه هاد الناس اللي عندهم اموال كبيره واموال طائله وتيتحكموا في السوق. والا الجانب ديال الاعلام اللي طلق الفكره ديال ان الاضاحي غاليه فاللي غنرجعوها بدون ما كذا. هذه المساله هذه تتحيلنا على واحد الموضوع مهم وهو مساله التواصل لدى الحكومه. هذا مساله مهمه لان ملي تطرح واحد الموضوع في موصل التوقع الاجتماعي ملي تيكون عنده اهتمام لدى المواطن، هنا الحاسم هو الناس اللي مسؤولين على القطاعات باش يخرجوا يعطوا الاخبار الحقيقيه. اليوم ما عندناش اخبار شحال عندنا ديال الحواله، شحال الطاقه اللي خاصنا، يعني التوجه ديال السوق غيكون، واش هذا الاسبوع غيطيح السوق ولا غادي ينقص؟ هذه الاشكالات كلها غامضه بسبب عدم التواصل ديال الناس ديال الحكومه، واللي خلات المستهلك عرضه لهاد الوسطاء، عرضه للمضاربات، عرضه لواحد العدد ديال الامور، واحد العدد ديال الناس ما غيقدروش يضحوا، واحد العدد ديال الناس غيعيشوا مشاكل مورا العيد بسبب هذا التواصل اللي ما كاين باش تكون عندنا رؤيه اشنو عندنا واشنو السقف ديال 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 الاضاحي. فعلا كاينه زياده لان حنا تنعرفوا ان سابقا قبل عامين كانت الكيلو تيدور 50 درهم 55 درهم، يعني هذا الشيء واش كان تيدور، اليوم تيدير 70 درهم، يعني باش تزاد 20 درهم في الكيلو ديال الحولي في ظرف عامين ربما ماشي الجفاف بوحده هو السبب، لان ما يمكنش يعطينا هذه النتيجه الجفاف بوحده، خصوصا ان تعرفوا ان الحولي يقدر يتكسب بلا 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 الشتاء، لان الاعلاف ديالو ما مرتطش بالشتاء. فهنا تنقولوا ان الاستراتيجيه ديال الحكومه ديال توفير يعني توفير الدعم للاستيراد الحولي كان توفر الدعم للاعلاف وغيكون ربما افضل باش يمكن لنا نوجدوا منتوج اللي هو ديالنا، وخصوص ان يعني في التواصل ديالنا مع الناس انهم رافضين هذاك الحولي اللي جا من برا، وربما هذا الشيء تيبان من خلال بعض الاشهارات اللي داروا الناس اللي جابوه، تيحاولوا غير يستقبلوا الناس باش يفكوا السلعه ديالهم، هنا تيبان انهم وحلين وان المواطن رفض هذاك المنتوج. فاذا كان الحكومه تفكر في امور اخرى اللي هي انجع واللي تتناسب مع يعني الجانب الاجتماعي ديال المواطن المغربي. هنا مساله غنحاول ندير واحد التوصيه يعني خفيفه بالنسبه للناس اللي ربما تيمتهنوا المهنه ديال الوساطه ويكونوا وسيط وايضا الفلاحه، فعيب على اي مواطن انه يبيع الغش للناس في الاضاحي. لقينا سيده يعني تبع لها يعني نعجه عندها القرون على انها خروف، هذا عيب اننا باقي نشوفوا هذه الظاهره عندنا في المغرب. فالوطنيه والضمير ديالنا ما يسمح لنا هذا الشيء، هذيك الانسان راه اختنا وما نمشوش في هذا الاتجاه ديال اننا نخشوا بعضياتنا. ايضا الا كان العيب في الحولي نعطوه للسيد نقول له هذا راه فيه عيب ما نخدعوش، لان غادي يمشي في نهار الخير قبل العيد ولا نهار العيد وغيكتشف هذاك الضرر كي غتكون النفسيه ديالو، واشنو تنديروا حنا بيناتنا كعلاقات اننا نخشوا بعضياتنا. ان ايضا الرفع ديال الاثمان ما نمشوش ليه، فرحموا الناس تيمروا بظروف صعيبه، خرجنا من كورونا خرجنا من ظروف صعيبه، فتناديو الناس اللي عندهم يعني امكانيات واللي يعني تيشرفوا على واحد العدد ديال العمال داخل السوق انهم يتعاملوا مع المواطنين بواحد الحس وطني واحد الضمير اسلامي، لان هذه سنه وهذه مناسبه اللي ما تتعاد الا مره في العام. فهذا رجاء ديالنا كهيئه وطنيه لحمايه المستهلكين في هذا الامر هذا. اذا احنا تنقولوا اننا غنتبعوا العمليه ديال هذه العمليه داخل الاسواق ديال الجهه كلها وعلى المستوى الوطني، وغادي نصدروا ان شاء الله يعني بيانات في هذا الموضوع هذا، لان يؤرق المستهلك لا من ناحيه تنظيم كما قلت ديال الاسواق ولا من ناحيه الارتفاع ديال الاثمان ولا من ناحيه عدم التواصل ديال الحكومه في المواضيع كلها.